أكدت وزيرة الدولة للهجرة سهى جندي ضرورة مشاركة المصريين بالخارج بإيجابية في الانتخابات الرئاسية لرسم مستقبل الوطن. جاء ذلك في لقاء وزيرة الهجرة بعدد كبير من رموز الجالية المصرية بالسعودية بمناسبة زيارتها للمملكة، محطتها الأولى في جولتها الخارجية التي تجريها حاليا لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.